ناخد فلوسي ودهبي ليه؟ هي ممكن ترجع صلاح يا ريتك يا ابني سرقه مني قميص. انا متعور في كتير يعني، لو ما خدتهمش لحم من جدتكوا احبسك بيهم 25 سنه ومحدش يسالني في حاجه. اسمعي حصل ايه يا سعيد؟ وكانت متجوزاك وهي عزيمه راجل تاني اسمه راشد الغول قتل قتله. ايه ده؟ لا يا صلاح لا لا لا، الست دي كدابه يا صلاح. والله العظيم كدابة. بدل ما تخرجها هي أولى تخرجني أنا، لأن أنا اللي صاحبتك ودماغي وجعتني من القرف ده. لما تشوف فتون تبقى أقول لها إن أنا بقول لها كان يوم أسود يوم ما شفت وشك ومش عايزة أعرفها تاني. فهمني يا فاضل؟ يا عم أنا متجوزها بنت بنوت، كانت متجوزة إزاي؟ استنى بس ما تشوف وراها إيه. إيه ده أنت هتشتغليني؟ جرايه يا أستا محروس، ده بيشتروه دلوقتي من الصيدليات وفي منه اصلي وصيني. انت ايه اللي جرك هنا يا ولد؟ انا مش منبه عليك ما تجيش البيت ده طول ما هي موجوده. انا جاي اخد لبنى وامشي. تاخد لبنى؟ ما تقدرش تاخدها، انا امنعك. انا اسف يا حاج بس حضرتك ما تقدرش تمنعني. دي هي اول لما شافتني اتكهربت، بس انا برضو غبي كان لازم استناها وهي خارجه من العماره. وما استنيتهاش ليه؟ مش وقت. المهم انها خدت ابني، ما سابتش غير دول. لبنى عبد الرازق احمد المنياوي. بقول لكم ايه؟ بما ان حاجه بقى بتعمل لكم دماغ وحلوه كده، انا ليه عندكم خدمه صغيره؟ خدمه؟ خمس ست تلفونات لاصحاب كل اليوم في الحلوه كده يعني، ظبطوني يعني. ايه ده يا رشا؟ انت عبيط ولا ايه؟ ليه يا رشا بس؟ لا صح، انت شكلك عبيط عشان تطلب مننا ان احنا نشتغل معاك ديلر. اصل بصراحة انت غير اي حد انا عرفته قبل كده، انت بجد مختلف. ما الناس كلها مختلفة. انا مختلف ازاي يعني؟ اقول لك. مين بقى اللي انت رايح معاه النهاردة الحفلة؟ اسمك ايه؟ دماغي. هو بيقول لك اسمك ايه؟ معقولة نسيتي اسمك؟ يا صلاة النبي يا صلاة النبي، ده ايه لبها دي كلها؟ البدلة دي تسوى لها ايه؟ باكو؟ لو انت السادة باكوين هتتعاكس يا سيد المعلمين. استلميني بقى. مش انت اللي قلت نستخبى في النظافة؟ وانا بصراحة عجبتني النظافة. شايفة الجزمة دي؟ 600 جنيه. كنت قاعد مع واحدة من اللي بتعامل معاهم، واحدة نظيفة، لقيت للراجل بيتحكم عليه من جزمته. تخيل يا فتون 600 جنيه. 600 جنيه الجزمة؟ يا معلم يا ابو الجزم يا جامد. جبت البطاقة؟ اه بطاقة. حلاوة البطاقة وجمال البطاقة. بصي قولي يا اخويا دي صورتك. عادل فكري شحاتة. اه اللهم صل على النبي. ودي سليمة بقى ولا مضروب؟ لا سليمة بس ملهاش ملف. يعني ايه؟ يعني مفيش حد عنده شهادة ميلاد اسمه عادل فكر شحاتة، ملهاش أصل. طب خد. وبالقبها دي كلها رايحة عند مين؟ عند إيهاب؟ طبعا عشان اللي جاي بقى. طب بقول لك إيه يا أخويا؟ آه استنى ألبس هدومي وأجي معاك، عايز أشم هوا. تيجي معايا في إيه؟ هو رايح القناطر؟ قناطر إيه؟ طب انا هخرج. هتخرج تروحي فين؟ هتسنجح، اروح في اي حته. هو اي ساعه وخلاص؟ اه. انت عايز تقعدني هنا ليه؟ عايز اتسيع 24 ساعه. بقول لك ايه؟ ها؟ جيب لي حشيش وانت جاي، انا ما عنديش غير سيجارتين. يا مفضوحه يا مفضوحه. خد هنا. الله. هاي. ازيك يا اخويا؟ اهلا. مبروك. يبارك في عمرك ربنا. ايه ده، هو انت بتحب الجري؟ يعني لسه رايح الجيم اهو. الله اكبر، اللهم صل على النبي. فرصة سعيدة. انا اسعد يا اخوي. فتون. وانا نائي. اهلا وسهلا. اهلا. ويا ترى انت بقى عايش لوحدك؟ لا انا والدي. اه طب اسيبك بقى للجيم. بالسلامة يا اخوي. اتفضلي. سلام عليكم.
والله ما عارف نقول لك يا طارق مين. أنا بقالي سنتين ونص مخبوط على دماغي. ساعة ما زينب سابتني وهربت، تخيل خدت كل اللي حيلتي. شاء 10 سنين والله العظيم. لما أبويا وأمي قابلوها في الشارع في المنيا كان مسروق منها شنطة. قالت لي إن الشنطة دي كان فيها كل الورق والفلوس بتاعها. قالت لنا البيت من غير ولا مليم. يعني فلوسي وذهبي اللي هي سرقتهم راحوا كده في الهوا؟ خدت منك يا محروس الفلوس والذهب. ايه يعني خدت منك فلوس وذهب؟ انا خدت مني ابني. انا لو ما لقيتهاش مش هشوف ابني تاني. طيب يا طارق بنت، تفتكر الكلام اللي قاله الضابط ده بتاع جوز اختها هو ممكن فعلا يوصل الشرطه ليها؟ معرفش، كل اللي انا اعرفه ان استحلاسي بابني ضيع، وعشان كده محروس انا اتربى قبلك. عشان ايه؟ ما فهمتش. بص يا محروس، انا عايزك تحاول تفتكر كل حاجه كانت بتحصل بينك وبينها، كل كلمه كانت بتقولها لك. يمكن لما نقعد انا وانت كده نحاول نوصل لحاجه. انا ما نسيتش حاجه عشان افتكرها يا طارق بيه. انا شايف كل حاجه بتحصل قدام عيني. زينب، بس برضه هي كانت بحالات، كانتش موزونه، يعني تعيط شويه، ترقص شويه، تضحك، تسرح. كنتش فاهم لها، وكانت مربيه حربايه. شفتها الخضره دي؟ شفتها الحربايه دي. بس عارف يا طارق بيه، والله يا اخي مش عارف هتصدقني ولا لا، رغم كل اللي عملته زينب معايا، بس هي ما كانتش وحشه. انا برضو كبير وبنفهم في البني ادمين. زينب كان جواها حته طيبه. انت بتخرف بتقول ايه؟ اللي انت بتتكلم عليها دي خدت مني ابني، خدت مني شاهين، اكتر حاجه بتبسطني في دنيتي. محروس احنا اتضحك علينا. انا لما جيت اتجوزها كانت بنت بنوت. ازاي؟ ده انا متجوزها بنت بنوت. كانت بتعمل ايه دي؟ ما تقلقش يا طارق بيه، ان شاء الله ابنك هيرجع لك. لو وقعت فيكي، بس والله العظيم كان جواها حاجة كويسة. أنا مش صغير يا طارق بيه. لبنى عمرها ما كان جواها حاجة كويسة. ما اسمهاش لبنى. دي بقى أنت تروح البيت تفك كعبها، وكل سنة وأنت طيب. طيب يا باشا، هنمشي من هداياك يا باشا. حبيبي. عملت لي إيه بقى في الحوار التاني؟ ما ينفعش يا راشد. راشد تاني، ما قلنا عادل. اللي انت طلبته ده بلدي قوي. بس افتكر دي فكره جديده يا بوبو، ممكن تعدي عادي. 5 كيلو كوكايين يعني اكتر من 5 مليون جنيه. مجازفة انهم يجوا على مره واحده. ده اولا. ثانيا، دي الكبير زي ده لازم البوب الكبير يعرف التفاصيل بتاعته. يعني راسي الكبيره ومال؟ قول له ان انا عارف كل حاجه والتفاصيل كلها عندي. ماشي، تمام يا راشد. راشد تاني؟ سوري، يا عادل بيه. ماشي يا باشا، وقول له على الأقل من مهله، وأنا مش مستعجل. معلش معلش.
ازيك يا علي؟ ازيك انت؟ معلش يا محمد، انزل تحت شوية. كفارة. كنت خايفة تقابليني ولا ايه؟ خايفة؟ وهخاف من ايه بقى يا علي؟ هو انت بقيت بتخوف دلوقتي؟ يعني كل ما بكلمك تزوغي مني وتقولي لي جوزي ما اعرفش ايه. ما انا بصراحه يا علي متجوزه راجل محترم، رجل اعمال ومتدين، مش عايزه اخسره. ده واضح. ومحمد ده مش هيقول له؟ لا ما تقلقش، محمد ده بتاعي. الله خير يا علي. فتون فين يا غنوة؟ تاني يا علي؟ هو انت مش سألتني عنها في التليفون وقلت لك اني معرفش حاجة عن فتون؟ صدقني يا علي انا والله معرفش حاجة عن فتون من تقريبا حوالي سنتين، من وقت ما زرتك في السجن. بصراحة كده مش عايزة اعرف حاجة عنها تاني خالص. انا عايشة حياة كويسة يا علي، وعايزة احافظ على حياتي دي. ممكن؟ ممكن. لو عايز الاقي فتون اعمل ايه؟ وبعدين بقى ما اعرفش ومليش دعوه. دور على فتون بعيد عني يا علي. سلام يا غنى. محمد اطلع يلا. اهلا اهلا اهلا. صاحي؟ انا ما نمتش اصلا، انا يا دوب ريحت نص ساعه كده وخدت شاور عشان اعرف انزل. الروايح الحلوه دي. اتفضلي. انا كنت عايزه اطلب منك طلب. اطلبي. ينفع ما تخرجش النهارده وتقعد معايا؟ بس انت بتيت معايا بين اصحابي. ماشي اوكي خلاص، أنا بس كنت عايزة يعني نقعد نتكلم شوية. نتكلم في إيه؟ نتكلم في أي حاجة، بس يعني نقعد نتكلم، ما تخرجش يعني. طيب أنا وعدك مش هتأخر. أوكي ماشي، انجوي. طيب بتنامي لي الجاكيت بتاعك؟ أوكي. بس بقى مش هنام بقى وهستناك. اه طبعا. ماشي؟ اورايت. باي.
مش لازم اعمل كده. ليه؟ ايه اللي يمنع يعني انت حد مهم قوي، وانا واحده دخلت حياتك صدفه. اصلا انا مش فاكره اي اب ليا، ولا فاكره اي اخ ولا عم. وبعدين انا ممكن شويه وامشي من حياتك. ممكن ما تمشيش يا دليل، أنا خلاص اتعودت أشوف جنبي يعني. أكيد أنا دلوقتي صعبانة عليك وبعد شوية. لا لا لا، ده كان في الأول، إنما دلوقتي أنا مش هسيبك الليلة دي. بصي أنا عايزك تروحي تغيري هدومك عشان هنخرج نسهر بره. بجد؟ يعني هنخرج؟ هنخرج. طب والناس اللي كلموكوا ومستنيينك ده؟ طز في الناس. بجد ميرسي مولاتي، خلاص انا هغير وارجع بسرعة. اوكي. 10 سنين من غير جواز لوحدك مش كتير؟ كتير فعلا. ريد ولا وايت؟ وايت. ما هو اصلا انا طلعتها بعد ما الحياه خلاص استحالت بينا يعني. بعد كده قلت اخد عقدة مع نفسي شويه. الولاد كبروا سنه ورا سنه وسافروا، وانا اتعودت اعيش لوحدي. واحتمال برضه كنت خايف اخش تجربه تانية اتعذب وبتاع، فطنشت يعني. هي بقى اتجوزت. ساعات نتصل ببعض يعني. Life goes on. ما تيجي نغير الموضوع ده بقى. نغير؟ تحب نتكلم في ايه؟ عايزين نتكلم عنك. عني انا؟ وانا فاكره حاجه عن نفسي عشان اتكلم. انا لو هتكلم عني يعني هتكلم عنك انت بس. أنا مش فاكرة حاجة قبلك ومش عايزة أفتكر. أنت البني آدم الوحيد اللي في حياتي دلوقتي. لا ده مراد هنا. هو ده اللي صار. ممكن أسلم إيه الصدفة الجميلة دي؟ أهلاً هاي. هاي مختار. يلا اتفضلوا جانس. اتفضل. خاطر.
تعرفنيش يعني ان مختار جاي. انا ما كنتش عارف بس عادي يعني. ايه الاخبار؟ تمام. انت مش قلت لي انك هتسهر في المعادي مع نعمان بيه؟ ما انا لغيت المعاد بتاع نعمان بيه. قلت اخرج انا وداليا نتعشى بره من باب التغيير يعني. انت ما عندكش مانع طبعا. لا ما عنديش طبعا. على فكره يا مختار انا كلمتك مرتين النهارده عشان البنك اخد التو يونتس وطبعا انت ما ردتش. لا ما ده الطبيعي بتاعه. البي ده انا بقعد اكلمه يوم بحاله على ما يرد عليا. سوري معلش انا كنت عامل التليفون على سايلنت فما سمعتوش. بس امبارح وانا بقيت عند مختار عملنا الموبايل سايلنت فما خدناش بالنا غير اما صحينا من مالهم التو يونتس؟ اداره البنك عايزه تغير بند من بنود العقد. اوكي. اكلمهم بكره واشوف عايزين ايه. لا خلاص خلاص بس بقى ما زهقتوش من الشغل طول النهار شغل. خلاص بعيد عن الشغل. انا على فكره داليا انا برسم لك لوحه. ترسم لي انا؟ بجد؟ بقول لك ايه؟ انت فنان على راسي وعيني بس انا بحذرك خليك بعيد عن داليا. لا وانا جيت جنبها. لا بجد يا مراد خليه يرسمها لي بليز. على فكره مختار رسام فظيع لسه عاملي روحه وانا ميوت كانت تحفه. ميوت؟ خيالي. تشيرز تشيرز. هلا روي. هلا هلا. فعلا في ستات زينك وده كتير بس هي دمها خفيف. دي ما بتتكسفش خالص دمها تقيل وقلت الادب قوي. سوري يا فندم حضرتك تتكلم كده. لحظه بصي انا مختار ده شفت معاها ستات اشكال والوان كذا مره امبارح تلمح ان هما كانوا مع بعض في حاجه عيب وهو اتكسف. لا 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 مختار الكذب انت ما تعرفيهوش هو بس عشان انت كنت قاعده فكان حاسس. مالك يا مراد؟ مراد في يا مراد؟ انا مش مراد نفس الحقوني مراد. ما جيتش ليه يا ابني؟ يعني ايه ما ردتش؟ يعني ايه ترددك يا مو؟ طب قفلت التليفون ليه؟ يا عم رد عليا انا بكلمك. الحالي يا مو بليز. الحالي مقعداني في البيت وحبساني مش عايزه تنزلني. ابني دي حجزت لنا التذاكر على لندن وعايزه تسفرني تعدي هناك 3 أشهر وتعالج. بليز يا مو عايز اشوفك. يا ابو حجزت لي تذاكر يا معلم وهتسفرني لندن. والنبي يا ابو تعالى تعالى والله انت لو جيت تاني هي هتدخلك مش منطقي يعني انها تطردك مرتين. بليز يا ابو تعالى لحقني انا محتاج اشوفك. بليز يا ابو تعالى. الو يا ابو ابو آه.
لو سمحت. هو مراد بيه فين؟ آخر الطريق. أزمة قلبية حادة، أنا خايفة أموتي وأختار. هو فين؟ هناك في الأوضة جوه.